يقول السائل: هل تحريم مكة والمدينة مثل بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم به مكة؟ نعم، لا شك أن حرمة المدينة مثل حرمة مكة، لأن إبراهيم حرم مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فحرمتهما سواء من حيث الحكم. أما من حيث الأحكام، الأحكام تختلف، حرم مكة يختلف عن حرم المدينة في الأحكام، أما من ناحية الحكم العام فهما سواء، كلاهما حرم حرمه الله ورسوله،